بخطة ثابتة يتقدم الجيش الليبي في درنة المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد، ويواصل الجيش عملية عسكرية لطرد الجماعات المسلحة التي تطلق على نفسها مجلس شورى مجاهدي درنة وتتبع تنظيم القاعدة الإرهابي. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، فإن القوات الليبية سيطرت على 3 محاور مهمة حول المدينة، كما دخلت بعض الأفواج العسكرية من الجهتين الشرقية والغربية. قواتكم المسلحة حاليا تتخذ مواقع على كافة مداخل المدينة بعد طرد الإرهابيين من منطقة الظهر الحمر، الحيلة، الفتايح، عين مارة، كرسة، حيث كبدت العدو خسائر فادحة في الأفراد والآليات. وفي إطار عملية الجيش الليبي، شن سلاح الجو 2 غارتين جويتين على منطقة الفتائح بضواحي درنة. وكان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قد أعلن بدء عملية تحرير درنة خلال عرض عسكري ضخم احتفالا بالذكرى السنوية 4 لانطلاق معركة الكرامة، والتي استعاد فيها الجيش عدة مناطق من الجماعات المسلحة على رأسها مدينة بنغازي.